سيداتي أنساتي سادتي، من أشهر الإبداعات التي تربط اليهود بالحضارة المصرية القديمة ارتباطهم ببناء الأهرام. لكن مع مقارنة التواريخ المختلفة لوجود اليهود في مصر، يتضح لنا إن مع دخول بني إسرائيل مع النبي يوسف عليه الصلاة والسلام كان عام 1650 قبل الميلاد، في حين شيدت الأهرامات في الدولة القديمة عام 3200 قبل الميلاد، يعني الفرق الزمني هنا 1500 سنة. وكما توضح آيات سفر التكوين، لما خرج بني إسرائيل من مصر رحلوا بكامل ثروتهم وعلومهم وخبراتهم في البناء والتشييد، واستقروا في بلاد الشام، وحملوا كمان أوزار من زينة القوم، وأسسوا مملكة إسرائيل الموحدة على يد النبي داود عليه الصلاة والسلام، ومن بعدها مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا. فلماذا لم يبني بني إسرائيل مثل تلك الأهرامات ولو بشكل مصغر، حيث أنه لا يوجد أي أثر في بلاد الشام لأي أهرامات، على العكس ما رأينا من أهرامات ترجع للحضارة الكوشية في مدن نبتة جنوب مصر، حيث بنوا حوالي 350 هرم على أكس واحد. الكلام دوت just for your record. دمتم في أمان الله.